من زمان نعاني من الأجهزة الاقتصادية تكون بصوت أحادي، يعني مو ستيريو سبيكر. لكن شركة ريلمي نزلت الجهاز بسماعتين ستيريو سبيكر، مع ما أنه جهاز اقتصادي وبذاكرة 256. ما كفى هذا، نزلت لك 108 ميجا بكسل العدسة الأساسية، مع أنه هذا الجهاز يجي بنظام جدا سريع وسلس. كل هذا موجود ب 240 ألف عراقي. هذا الريلمي C67، خلينا نشوف. إذا أجينا الأول شغلة، إيش راح نلقي؟ نلقي هذا الحافظة الجيلاتين الموجود به. خلي صار على صفحة وهذه الكتيبات، وهنا عندك دبوس. شوف لي تشطيبة الكاميرات، فتشي كلش حلو مع الرنجات الذهبية الموجودة، تنطي لمسة فخامة. واللون هنا المتغير الأسود الشبه طافي. هو كيبل الشحن الموجود به، اليو اس بي تايب سي إلى تايب اي. وهنا عندك الشاحن الـ 33 واط. وهذه هي الشاشة. هنا الشاشة تجي بـ IPS LCD، هنا 6.72 إن، لأن هذا يدعم 90 هرتز، راح يكون عندك جدا سريع. ذاكرة 256، وهنا الرام 8 جيجا. المعالج هنا 685. ريلمي C67، تحياتي لكم.